حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج. نكمل معكم أخبار العرفج، والخبر الثالث والأخير في الأخبار نأخذه من صحيفة سبق. السفارة في إندونيسيا: توصلنا لسعودي في غيبوبة لديه 40 طفل. كشف السفير السعودي في إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي أن السفارة وصلت لسعودي في غيبوبة متزوج أكثر من امرأة ولديه 40 طفلا. أربعين طفل يا دكتور، كيف تعلق؟ شوف، المفسرين عندهم قاعدة يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما تنزل آية على خاصة حادثة معينة وقعت، العبرة بعموم اللفظ لأنه ينزل تشريع فيها. فإحنا القصة هذه لن نركز عليها كثيرا لأنه الإعلام تداولها. أنا سأتكلم عن الظاهرة، أو خلينا نقول عموم الظاهرة، عموم اللفظ. قبل 15 سنة كان في صحفي الله يطول عمره اسمه أحمد الجميعة، صحفي ممتاز في جريدة الرياض، سوى عدة حلقات اسمه الزواج الدولي، وراح سوى عن سعوديين تزوجوا من إندونيسيا والمغرب وسوريا ومن مصر مجموعة. كنت أنا ذاك الوقت موظف في وزارة الداخلية، فكانت الوزارة مهتمة، فلخصت الحلقات. أنا ما نسأل أني لخصتها يمكن 20 صفحة. لخصنا الفكرة. حقيقة أعداد مخيفة، أطفال سواء مجهولي الأب أو يقولون أنهم أباهم سعوديين والسعودي مو معترف، يعني ما حتكلم عن أنواعها لكنها صارت مشكلة. طلعت الآن جمعية أواصر، وهي جمعية تشكر على جهدها، لكن جهد المقل وعلى قد حالتهم، ما يعني يحتاجون هم لدعم، يحتاجون لتوغل. لما تجي في الزواج مو اثنين يحبون بعض، الزواج بين أسرتين، يعني تصاهر أسرتين بالمعنى الشرقي عندنا. أيضا أنا أوسعها وأقول الزواج هو بين دولتين. يعني أنت الآن، أنا بالنسبة لي طبعا منحاز إلى أن السعودي يأخذ سعودية والسوري يأخذ سورية لأسباب كثيرة. افرض لا سمح الله صار أي توتر بين بلدين، صارت صعوبة في الراحة والجاي. خذ مثلا قطر، موضوع سوريا، موضوع. لذلك ما أعتقد في السعودية 20 مليون بنت أكيد بتلاقي لك واحدة تصلح لك، أكيد. يعني أتكلم الحين وجهة نظر أحمد في الموضوع، لكن أكيد من حق كل إنسان يختار اللي يبغى. لكن في ظل الظروف السياسية الراهنة، أنت صعب تراهن على أنك تتزوج من خارج الإطار. أنا في نظري هذا. لما تجي للظاهرة ذي، مسألة الزواج بالذات في شرق آسيا، لأنه هناك تكاليف رخيصة، فيتزوجها شهر شهرين. يا رجل، أنت لو دخلت كتبت الحوامدية، الحوامدية قرية في مصر، لقيت روايات على موضوع الأثرياء العرب. ما حنخصص الأثرياء العرب وزواجهم، اللي يقعد يوم، اللي يقعد يومين، اللي يقعد 3 أيام. في باحث الدكتور زهراني، والله ما أذكر اسمه الأول، أتذكر قابلته قبل 10 سنين وكان مختص في هالبرنامج، وقال يمكن حدد، قال في يمكن 12 ألف طفل من آباء سعوديين في 12 ألف في سوريا، 12 ألف طفل من آباء سعوديين، وفي المغرب في حول 20 ألف، وفي إندونيسيا حول 30 ألف. أرقام هو أكيد عنده معطياته، لكن أنا أقول لك أنه العدد ليس قليلا. الظاهرة ذي تحتاج إلى معالجة، ويجب أن الإنسان يكون يتحمل مسؤولية. يعني ما يكفي أنه والله يحب واحدة أو يتزوجها بس ويتمتع وبعدين يخلف ولد ويدخل الولد في مشاكل. يعني أحمد الجميع الله يذكره بالخير، شفتنا الحوارات اللي سوى، واحد يقول أنا بروح السعودية عشان أقتل أبوي، كيف هو أنجبني وتهرب مني وتخلص؟ شوف إلى هالدرجة. وش الدافع دكتور، وش الدافع اللي بخلي المجتمع بهذا الحماس أنه يروح ويترك كل هذه الأعداد من الأطفال؟ ما قلت لك، أول شيء أنه أكيد الرخصة الثمن، يعني أنك ممكن تتزوج أنت ب2000 ريال، زواج عرفي، زواج سميه ما شئت. ثانيا تعرف الشهوات والرغبات، وأحيانا إنسان يبدأ يقول لا مو ولدي مع أنه الدين إيه بيحل المشكلة. لكن أنا أقول لك هذا الموضوع موضوع مهم جدا، والمفترض أن كل إنسان يكون مسؤول، هو عنده مسؤولية ذاتية أنه هو لما يخلف روح ما ينساها، وانت في الاخير انت امام ربك انه هذا هو ولدك ولا مو ولدك، وهل انت متزوج بنيه الطلاق، هل انت متزوج تبغى تجيب ذريه، هل انت مشكك. لانه قلت لك الان لا يقلون عن 100 ألف اعدادهم في العالم كله، بالعالم كله، يعني خلينا نقول في الدول اللي الزواج فيها سهل وميسر. حلو، اكيد انه المسؤولين عندهم ارقام وعندهم احصائيات، بس اعتقد انه الدوله لازم تصير صارمه في هذا الموضوع، انه كل واحد مسؤول عن نفسه، وانه يكون امور رسميه.
تصريح. هو في الداخلية للأمانة أنه لما تأخذ تتزوج أجنبية لازم يكون في موافقة لك، أنك تأخذ موافقة تكون الأمور موثقة وميسرة عشان أنساب الناس وعشان دمائهم وعشان أصلابهم، ولا كل واحد شاف الزواج أنه يكلف 3000 يتزوج وبعدين ما يتحمل العواقب. صحيح. وبرضو دكتور الأطراف الثانية برضو مسؤولة طبعا، يعني هم عارفين أكيد. ومطلعين يعني مفروض كل طامع بالثاني، هذا طامع بالفلوس وهذا طامع بالجمال، فهم طامعين بعض أكيد أن الاثنين مستوين في الجريمة. لكن هو يقول لك والله يا أخي أنا فقير وهذه جت فرصة من ربنا، وهذا يقول هو تبادل منافع. صحيح تبادل منافع طالما أنت وياها لوحدكم، لكن الأسر في ذرية. الذرية ما ذنبهم. جميل، خلك تشرب شاهي يعني ما نبغى نقطع عليك هذه اللحظة.